يختلف كليا حين يلتقي بوتين بزعماء يحمل لهم قدرا كبيرا من التقدير ويثق بهم وفق مراقبين، فالاستقبال يكون مختلفا. والطاولة الكبيرة تصبح صغيرة دلالة على القرب والود. Дорогие друзья, позвольте сердечно вас поприветствовать в Москве и особенно в этом году, в 2016, потому что ровно 50 лет назад ваш отец, король Хасан II, посетил тогда Советский Союз. Qui est toujours très chaleureux. Je me souviens aussi de la dernière fois en 2002, je crois. Où j'ai eu le plaisir de vous rencontrer dans cette même pièce. من القصر الروسي، الأمر الذي اعتبره المتابعون تمييزا عنصريا ضد أعراق مختلفة. وحظى تصرف الشاب المغربي بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره انتقاما للبيض وبين من شجعه على عمله البطولة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لمتتبعينا الكرام ولكل من التحق بنا مجددا ولمتابعين قناة عبد العال رياض وصفات الصحراء المغربية الملكية تحت المجهر. صدمة لأوروبا، نزول طائرات روسية بالمملكة المغربية، والرئيس بوتين ينشر بلاغ مستعجل للشعب الروسي بخصوص المغرب، وأمريكا وحلف الناتو يستعدان لإسقاط بوتين بنفس السيناريو لإسقاط صدام حسين، وعنصرية غير مسبوقة للغرب وللأوروبيين في حق المسلمين والعرب والأفارقة بعد أزمة أوكرانيا وروسيا، والجامعة العربية تصدم جارة سوء الجزائر وتؤجل القمة العربية. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل، ما تنساوش تواصلوا التضامن ديالكم مع الصفحة والقناة بوضع زر لايك بكثرة وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل العديد من المواطنين المغاربة، لأن القناة والصفحة ديالنا الوطنية المغربية الحرة اللي تدافع عن وحدة وطنها وشعبها وملكها تتعرض لواحد الهجوم غير مسبوق من طرف الدباب الإلكتروني الجزائري. واللي ما تيحملش يشوف التعاليق الخالدة ديالنا: الله، الوطن، الملك، الصحراء مغربية. إذن متابعينا الكرام، نزول صرب من الطائرة الروسية لنقل مدنيين بمطار المسيرة بأكادير بعد العقوبات وحظر المجال الجوي الأوروبي على الطائرة الروسية، واختارت روسيا نزول طائرتها بالتزود بالوقود من المملكة المغربية عوض عن أوروبا بعد العقوبات. وفوق هذا الشيء كامل، أصدر بوتين بلاغ للشعب الروسي بتشجيع الاستثمار والسياحة في المملكة المغربية عوضا عن أوروبا. وتيجي هالتقارب المغربي الروسي بعد العقوبات الأخيرة اللي نزلت عليها من طرف أوروبا، وكذلك موقف المغرب الرجولي من طرف الملك محمد السادس اللي بين على أن المغرب ذو سيادة وعنده دبلوماسية قوية وما تخضعش لأي دولة كيف ما كان. المغرب رغم التحالف الكبير ديالو اللي دار مع أمريكا وإسرائيل أكد أنه سيد قراري، وفي نفس الوقت لقن درس للأوروبيين أن المغرب اليوم ماشي هو مغرب الأمس. وتواجد عسكري غير مسبوق على الحدود الأوكرانية لحلف الناتو وأمريكا، واش وقت الإطاحة بالدب الروسي بوتين؟ وصلوا نفس السيناريو ديال صدام حسين اللي وقع عليه من بعد العقوبات اللي كانت نزلات على العراق من طرف أمريكا، ثم غزو العراق وقتل صدام حسين، مقتل الزعيم صدام حسين أمام صمت العرب. غادي تبقى وصمة عار في التاريخ العروبة بأكملها. وشفنا كيفاش الغرب والاوروبيين دافعوا عن رئيس اوكرانيا زيلينسكي، وشفنا كذلك عنصريه الاوروبيين للعرب والمسلمين والافارقه في ازمه اوكرانيا. منين قال لك اللاجئين الاوكرانيين زعرين وعينيهم زرقين وخضرين ماشي كبحال اللاجئين ديال سوريا وافريقيا؟ فلا كنتي اوكراني وهارب من الحرب وجيتي للحدود الاوروبيه فمرحبا بك، انت انسان الدرجه الاولى. ولا كنتي من البشره ديال سوداء وعربي ومسلم ولاجئ من سوريا ولا فلسطين ولا العراق فانت انسان من الدرجه الثانيه، فما عليك الا سن الاضطهاد من طرف الاوروبيين والعنصريه
التي تغنوا بحقوق الإنسان في الأزمة ديال أوكرانيا وروسيا أعطتنا دروس في حقوق الإنسان وبينت لنا معادن وحقيقة الغرب وأوروبا. فمفهوم حقوق الإنسان عند الغرب والأوروبيين هو لون البشرة والعرق والدين. فمن أكبر المجتمعات المناهضة لحقوق الإنسان هي المجتمعات الأوروبية. الجزائر الشمالية بعد طلبات ورغبات ودارت وساطة من أجل إنقاذ القمة العربية الجامعة العربية اليوم تصدم الجزائر الشمالية وتأجيل القمة العربية إلى شهر نوفمبر. وضعت مجهودات الماراثونية ديال تبون والعمامرة من أجل إنقاذ القمة العربية في شهر مارس بالجزائر. فعاش المغرب ولا عاش من خانه، وستظل الصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. وما تنساوش تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشاركوا في القناة والصفحة، وتنزلوا التعاليق بعاش الملك محمد السادس وشعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك الصحراء مغربية.